بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها، ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول. قال تعالى: أعيد اللي قبله. فالرسول صلى الله عليه فإن الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحادة لهم، وإن التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه، وأن يحب كما يحب الله، وإن صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه. فالرسول صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال السياق في ذم سؤال المخلوقين من أموالهم والحث على سؤال الله سبحانه وتعالى، لأن سؤال الله فيه عز العبد وكرامته في عبوديته لله عز وجل، وسؤال المخلوق فيه ذل العبد بانكساره لهم والتشوف إلى ما في أيديهم وإيذاء الناس أيضا. الله جل وعلا يفرح بسؤال عبده ويأمر عبده بسؤاله، قال ربكم ادعوني استجب لكم، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. فالله يأمر بدعائه وسؤاله ويحب ذلك، والمخلوق يكره أن يسأل من ماله ويبخل به، وفيه ذل للسائل إلى غير الله وافتقار إلى غير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأول أن يكون سؤال العبد لربه عز وجل وأن يستغني عن الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالعبد يعلق طمعه ورجاءه بالله عز وجل، وفي هذا عز له وترفع عن المخلوقين، خلاف العكس. الرسول نهى عن ذلك، نهى أن يسأل الناس وأن يترك طلب الرزق ويترك سؤال الله ويفتقر إلى الناس، نهى عن ذلك. حث على العمل، حث على الكسب، طلب الرزق، كل ذلك ليرفع العبد عن الذلة لغير الله عز وجل. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة، التي هي سؤال الله
والرغبة إليه والاغتناء به عن الناس. نعم. ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها، التي هي سؤال الناس والذل لهم وإذا الناس أيضا بسؤالهم. نعم. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول. الشيطان يحث العبد على أن يذل للناس وأن لا يرغب إلى الله ولا يسأل الله، وإنما يسأل الناس لأنه لا يريد له الخير، إنما يريد له الشر، لأنه عدوه. الشيطان عدو الإنسان، لا يريد له الخير أبدا ولا يأمره بخير أبدا، إنما يأمره بالشر دائما وأبدا. نعم. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قول الله جل وعلا لأهل النار إذا دخلوا النار والعياذ بالله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم. أعهد يعني أوصي، يقال عهد إلى فلان إذا أوصاه. ألم أعهد إليكم أوصكم وآمركم ألا تعبدوا الشيطان، نهيتكم عن ذلك لأنه عدوكم ولا يريد لكم الخير، وهذه ثمرات طاعته، هذه النار التي أنتم فيها هذه ثمرات طاعة الشيطان الذي أطعتموه. الله الشيطان يدعو إلى النار، يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فلذلك لما أطاعوه دخلوا النار. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، هذا من باب التوبيخ، ألا تعبدوا الشيطان تطيعوه، ألا تعبدوه تطيعوه. ليس من لازم عبادة الشيطان أنه يسجد له يصلي له، وإنما إذا أطاعه وعصى الله عز وجل فقد عبد الشيطان وامتثل أمر الشيطان وعصى أمر ربه، هذا نوع من العبادة، الانقياد والطاعة للشيطان نوع من عبادته. وأن اعبدوني، ألا تعبدوا الشيطان، لماذا؟ إنه لكم عدو مبين، فكيف تعبد من هو عدوك وتترك عبادة من هو ربك سبحانه وتعالى الذي يريد لك الخير والنجاة، وتعبد عدوك الذي يريد لك الهلاك والنار؟ هذا من العجائب، ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو، وليست عداوة سهلة، عدو مبين، بين العداوة، واضح العداوة. وأن اعبدوني، أي وعهدت إليكم أن اعبدوني، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون النار وغضب الله سبحانه وتعالى بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا الذي يقي من المكروه. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، عبادة الله صراط مستقيم، طريق معتدل يوصل إلى الجنة، وأما عبادة الشيطان فهي سبيل إلى النار، سبيل إلى النار وغضب الجبار. وأن اعبدوني هذا الذي أمرتكم به صراط طريق مستقيم معتدل لا انحراف فيه، بخلاف طاعة الشيطان فإنها سبيل منحرف
يؤدي إلى الهلاك. نعم. وقال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم. لما تعهد الشيطان بعد لعنته وطرده، تعهد أن يغل بني آدم وينتقم منهم، لأنه ما أصابه هذا إلا بسبب أبيهم آدم عليه السلام، حيث حسده الشيطان وتكبر عليه، حقت عليه اللعنة، فحينئذ طلب من ربه الإنذار إلى يوم يبعثون، أن يبقيه حيا إلى يوم يبعثون، لكن الله أجابه بأنه سيبقيه إلى يوم الوقت المعلوم الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فالشيطان حي. لماذا طلب الخبيث هذه المهلة؟ من أجل أن ينتقم من بني آدم. الله جل وعلا قال له: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. والشيطان يقول: إلا عبادك المخلصين، فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. عرف الشيطان أن عباد الله الذين أخلصوا له العبادة ولجأوا إليه أنه لا سبيل للشيطان عليه، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فمن أطاع الشيطان وتولى وقبل ولاية الشيطان هلك معه، ومن تولى ربه عز وجل وأطاعه وصبر على ما يصيبه فإنه محفوظ من الشيطان، ليس له سبيل إليه، لأن الله قد حفظه من الشيطان أن يغويه وأن يخرجه عن الصراط المستقيم. وإن كان يؤذيه ويضايقه ويوسوس له، ولكن لا يطيعه العبد المخلص لله، لا يطيع الشيطان. هذه الآية فيها الضمان من الله عز وجل لأوليائه أنه سيحفظهم من كيد عدوهم، مما يحث الإنسان إلى أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى دائما وابدا، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا ينقاد له. نعم. وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن، يعني أردت قراءته، إذا قرأت يعني إذا أردت قراءته، وليس المعنى أنك بعدما تفرغ من قراءة القرآن تستعيذ من الشيطان، لا، تستعيذ إذا أردت القراءة قبل البداء بالقراءة. لماذا؟ من أجل أن لا يحضرك الشيطان فيشغلك عن القرآن، تستعيذ بالله منه في بداية القراءة إذا قرأت القرآن. وهذا كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، ليس المراد إذا قمتم ووقفتم للصلاة تتوضؤون، بل توضؤون قبل ذلك. فإذا قرأت القرآن يعني أردت قراءته فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله
من الشيطان لئلا يحول بينك وبين فهم القرآن، أو يلبس عليك الآيات ويغلطك في القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الذي هو إبليس، فهو رأس الشياطين، وكذلك شياطين الإنس والجن الذين هم جنوده وأتباعه. استعذ بالله من الشيطان ومن جنوده وأتباعه. الرجيم يعني المرجوم، الرجيم بمعنى المرجوم الملعون المبعد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى الحكمة الأمر بالاستعاذة، قال إنه ليس له سلطان، يعني سلطة، ليس له سلطة وولاية، ليس له سلطان على الذين آمنوا، ليس له سلطان على الذين آمنوا. هذا كقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، آمنوا بربهم سبحانه وتعالى، استعانوا به ولجأوا إليه واعتصموا به، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمدون عليه دون غيره، لأنه الوكيل سبحانه وتعالى الموكول إليه كل شيء، القادر على كل شيء، وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه. فهي التوكل هو أعظم أنواع العبادة لله عز وجل. إنما سلطانه، هذا حصر، إنما سلطان الشيطان سلطته وتسلطه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يتولونه، يتخذونه وليا، يتخذونه وليا من دون الله عز وجل. ما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالإنسان لا يخلو، إما أن يكون من أولياء الله، وإما أن يكون من أولياء الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه، يطيعونه وينقادون له، فهم الذين سببوا على أنفسهم تولي الشيطان عليهم، هم الذين سببوا هذا، يتولونه. والذين هم به، أي بالشيطان، مشركون، يشركونه في الطاعة ويطيعونه في معصية الله سبحانه وتعالى، وينقادون له ويتركون طاعة الله عز وجل. هؤلاء هم الذين يسيطر عليهم الشيطان ويستولي عليهم ويستحوذ عليهم، وهم السبب في ذلك. وإلا لو استعاذوا بالله من الشيطان استعاذة حقيقية، لا باللفظ فقط، استعاذة حقيقية، لما صار له عليهم سلطان. نعم. وقال الله، فدلت الآية على أن ولاية الله لها سبب، وولاية الشيطان لها سبب من قبل العبد. نعم. وقال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا أيضا من أسباب تولي الشيطان على ابن آدم وتسلطه عليه، أنه يعشى عن ذكر الرحمن، يعني يغمض عينيه. العشاء هو ضعف البصر،
العشاء هو ضعف البصر. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض عنه ويغمض عينيه عنه استكبارا عنه وعدم اهتمام به، من أعرض عن القرآن فإن الله يعاقبه، فإن الله يعاقبه. نقيض له شيطانا، هذه العقوبة، قيض له شيطانا من الشياطين، فهو له قرين ملازم له والعياذ بالله، يقارنه الشيطان ويلازمه لا ينفك عنه بسبب أنه عشى عن ذكر الله عز وجل، عن القرآن، عن ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير. والذكر يشمل، لكن أعظم الذكر هو القرآن. أن يعشو عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين ملازم له لا ينفك عنه طول حياته. ثم قال جل وعلا: وإنهم أي الشياطين ليصدونهم، أي يصدون أتباعهم من بني آدم، وإنهم ليصدونهم. نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، عن الطريق الصحيح، صراط الله المستقيم، يصدونهم عنه ويعمون بصائرهم عنه ويذهبون بهم إلى طرق الهلاك، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إنهم ليصدونهم عن السبيل. والمشكل أنهم يحسبون أنهم مهتدون، وهذا هو المشكل، لأنهم لو عصوا الله وهم يعلمون أنهم على معصية وعلى مخالفة لرجي أنهم يرجعون ويتوبون، لكن يطبع الله على قلوبهم فيحسبون أن الضلالة هدى وأن العماية بصيرة وأن ما هم عليه هو الحق. هذه المصيبة. هؤلاء لا مطمع في رجوعهم، لأنهم لم يتركوا الحق جهلا به، وإنما تركوه عن عمد، فهؤلاء لا يرجعون إلى الحق، بل يعاقبون بالحرمان منه عقوبة لهم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فدل على أن ما هو بالعبرة بكون الإنسان يظن أنه على حق، العبرة هل هو على دليل ولا لا. فإن كان على دليل من الكتاب والسنة فهو على حق، أما إذا كان على غير دليل فهو على ضلال، وإن كان يحسب أنه على هدى. ليست العبرة بالحسبان، العبرة بالدليل. فهذا فيه رد على الذين يقولون إن هؤلاء الذين يقعون في المعاصي والشرك بالله ما تعمدوا هذا الشيء، يظنون أنه حق. نقول ليس لهم عذر، لأن الحق بين والقرآن واضح والدلالة واضحة، لكنهم لا يريدونها، أعرضوا عنها، فابتلاهم الله جل وعلا بالعمى، عمى البصيرة، عقوبة لهم، فصاروا يحسبون أنهم مهتدون. كما قال تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. أفرحون بالضلال والعياذ بالله. هؤلاء ما يرجعون إلى الحق أبدا، وهذه مصيبة، هذه مصيبة عظيمة، فيها أن من ترك الحق بعد معرفته أنه يصاب بالحرمان من الهداية، يصاب بالحرمان من الهداية، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فمن اتضح له الحق لم يجوز له أن يتركه ويتعداه إلى قول فلان أو علان أبدا،
فإن ترك الحق بعد معرفته إلى غيره فإنه يصاب بعمل البصيرة وفساد القلب والزيغ والضلال فلا يهتدي بعد ذلك. نعم. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله الذي قال فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، ذكر الرحمن في هذه الآية المراد به القرآن، لأنه أعظم الذكر، وإن كان ذكر الله يشمل كل الطاعات، كل الطاعات ذكر لله عز وجل، لكن المراد به في هذه الآية القرآن، كما في الآية الأخرى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني القرآن حفظه الله من التبديل والتغيير والتحريف، وبقي كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا تناله أيدي الكفار والأعداء والشياطين فتحرفه أبدا، محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل، هذه حرفها أهلها وبدلوا وغيروا فيها ولم تبقى كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. أما القرآن لما أراد الله بقاءه واستمراره إلى قيام الساعة تعهد بحفظه من أيدي العابثين ليقيم به الحجة على عباده وليهتدي به من يريد الله هدايته. فهذا من معجزات القرآن على كثرة أعدائه، ما استطاعوا أن يغيروا منه حرفا واحدا، وما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله. معجزة عظيمة من آيات الله. نعم. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما أهبط الله آدم وذريته إلى الأرض، لما أهبطهم إلى الأرض بعدما حصل من آدم عليه السلام من الأكل من الشجرة، أخرجه الله من الجنة وأهبطه هو وذريته إلى الأرض، ثم قال جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا الهدى هو ما أنزله الله على الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى بني آدم لإخراجهم من الظلمات إلى النور. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فهو في الدنيا على هدى على طريق صحيح، وفي الآخرة ما يشقى لأنه في الجنة، إنما الشقى في النار والعياذ بالله. الجنة دار السعادة ودار الراحة، ليس فيها شقاء. ومن أعرض عن ذكري، عما أنزله الله سبحانه وتعالى، من أعرض عن ذكري فإنه يعاقب، فإن له معيشة ضنكا، قيل هي في الدنيا وقيل هي في القبر، عذاب القبر والعياذ بالله. والظاهر والله أعلم أن الآية عامة في الدنيا وفي القبر، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة يعني له معيشة ضنكا، هذا في مقابل لا يضل، في مقابل لا يضل، ونحشره يوم القيامة أعمى هذا في مقابل ولا يشقى، هذا يشقى، نحشره يوم القيامة أعمى لا يبصر عقوبة له، كما عمي عن الحق في الدنيا أعماه الله في الآخرة، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة
أعمى وأضل سبيلا. من عمي عن الحق في الدنيا أعماه الله في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري الذي أنزلته على رسلي ولم يقبله فإن له معيشة ضنكا عاجلة، وفي الآجل يحشر أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. نسيتها بمعنى أعرضت عنها، ما هو بالنسيان الذهول، الذهول لا يؤاخذ عليه، عفي لأمة الخطأ. النسيان الذي هو الذهول، إنما النسيان هو ترك الشيء، ترك الشيء رغبة عنه، هذا النسيان. ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. جزاء له، جزاء له، كما نسي ذكر الله في الدنيا وأعرض عنه فإنه ينسى في الآخرة من رحمة الله سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل. نعم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم، هذا أول سورة الأعراف افتتحها الله بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد، هذه حروف مقطعة افتتح الله بها بعض السور. كتاب أنزل إليك، كتاب، ما هو الكتاب؟ القرآن. والله نكره في هذا تعظيما له، كتاب يعني عظيم، كتاب يعني كتاب عظيم. كتاب أنزل إليك، أنزله الله عليك بواسطة جبريل عليه السلام، فهو منزل من الله غير مخلوق كما تقوله الجهمية، منزل من الله وهو كلامه جل وعلا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يساورك شك أنه من عند الله عز وجل قطعا، إنه من عند الله لا من عند غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك، لكن هذا تنبيه للناس أن لا يكون عند أحد شك في أن هذا القرآن منزل من الله جل وعلا. في الآية الأخرى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، الذين يعرفون الكتب السماوية وهم أهل المؤمنون من أهل الكتاب، يعرفون أن القرآن من عند الله عز وجل وأنه منزل من الله. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، هذه الحكمة من إنزاله، لتنذر به، تنذر به هؤلاء الكفار والمشركين والعصاة والمذنبين، تنذرهم عذاب الله عز وجل. وذكرى للمؤمنين، ذكرى للمؤمنين، يذكرهم بالله ويعرفهم بالله عز وجل ويعرفهم بطريق النجاة. فهو منذر فهو ذكر للمتقين ومنذر للكافرين، منذر للكافرين، تنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم قال موجها الخطاب إلينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا هذا القرآن المنزل عليكم
من ربكم بواسطة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا من دونه يعني غيره أولياء من شياطين الإنس والجن تطيعونهم وتعصون الله عز وجل وتأخذون بأقوالهم وخرافاتهم وشبهاتهم وترهاتهم، تأخذون بها وتتركون الوحي المنزل من عند الله عز وجل، هذا من الحرمان من النعمة والخير، واستبدال الهداية، استبدال الضلالة بالهداية والعياذ بالله. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قليلا تذكرون، قليلا قليلا تذكركم، والمطلوب أن يكون تذكركم كثيرا. نعم. وقد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وفي مطلع سورة إبراهيم قال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، ألف لام راء ثلاثة حروف، ألف ولام وراء، افتتحها بحروف مقطعة أيضا. كتاب أنزلناه، في الآية الأعراف أنزل إليك، وفي هذه الآية أنزلناه، إذن تبين المنزل من هو، هو الله سبحانه وتعالى، وضميرنا هذا للعظمة، للعظمة هو بصيغة الجمع، لكن المراد به الله جل وعلا، هذه صيغة العظمة. أنزلناه إليك أيها الرسول لأي شيء؟ لتخرج الناس، الناس ليس العرب فقط وإنما الناس، لأنه رسول إلى العالم كلهم عليه الصلاة والسلام، فرسالته عامة لجميع البشر وجميع الإنس والجن بشيرا ونذيرا، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن رسالته عامة، وأما من قبله فكانت رسالاتهم إلى أممهم خاصة. لتخرج الناس من أي شيء؟ من الظلمات، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الجهل، ظلمات ولم يحددها، لأنها ظلمات كثيرة، الظلمات كثيرة والعياذ بالله، لكن ليس لها حد. تخرج الناس من الظلمات إلى النور، شوف النور واحد، ما قال إلى الأنوار بل قال إلى النور، لأن النور واحد لا يتعدد، صراط الله واحد والسبل كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. الظلمات ليس لها حد، وأما النور فهو واحد لا يتبدل ولا يتغير. تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، بإذن ربهم أي بشرعه ودينه، فلا يخرج الناس من الظلمات إلى النور إلا كتاب الله وما شرعه الله لهم من الأحكام التي هي في صالحهم في الدنيا والآخرة، إلى صراط العزيز، طريق العزيز، إلى صراط العزيز، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وهو الله سبحانه وتعالى. العزيز يعني القوي الذي لا يغلبه أحد، الحميد المحمود على كل حال، فكل أفعاله وأقواله محمودة، وتقاديره التي قدرها كلها محمودة يحمد عليها سبحانه وتعالى، لأنها إما عدل وإما فضل، إما فضل من الله جل وعلا وإما عدل،
فلا تخرج أفعاله وأقواله سبحانه عن العدل والفضل، فهو محمود عليها جل وعلا. إلى صراط العزيز الحميد، من هو؟ الله، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض فهو الذي يستحق العبادة، بخلاف من لا يملك شيئا من السماوات والأرض، بخلاف من لا يملك شيئا من السماوات ولا من الأرض، كيف يطلب منه ما يملك شيء؟ العادة إن الذي يسأل ويطلب من يملك الشيء، وهذا إنما يكون لله عز وجل، هو الذي يملك كل شيء. أما ما عبد من غيره فهو لا يملك شيئا من السماوات ولا من الأرض، إلا ما ملكه الله إياه فهو مملوك، لا يملك شيئا من السماوات، فكيف يدعى مع الله سبحانه وتعالى؟ نعم. وقال الله تعالى: كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. نعم، هذا ختام سورة الشورى، هذا ختام سورة الشورى. نعم، أعيد الآية. وكذلك أوحينا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن سماه الله روحا لأنه تحيا به القلوب، تحيا به القلوب، فهو روح وهو نور كما في الآية الأخرى، له أسماء كثيرة، روح ونور وهدى وبرهان وفرقان. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأن هذا بعد قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالله أرسل جبريل عليه السلام بهذا القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا كما جاءه روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، في أول نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدري، إنما كان يعبد ربه بالفطرة، موجب الفطرة وموجب بقايا دين إبراهيم عليه السلام، الحنيفية، على الحنيفية، يعبد الله على الحنيفية، ملة إبراهيم، لكن كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. كان يؤمن بالله عز وجل، لكن تفاصيل الإيمان، تفاصيل الإيمان لم تبلغه، وإنما كان يؤمن إيمانا مجملا، فهو لم يشرك بالله عليه الصلاة والسلام ولم يعبد غير الله، لكن ما أتاه كتاب، إنما كان على الحنيفية، ملة أبيه إبراهيم عليه السلام. ما كنت تدري ما الكتاب، يعني الوحي، ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا، جعلنا، شوف، أو بالأول سماه روحا وهنا سماه نورا، فهو روح وهو نور، روح لأنه تحيا به القلوب، ونور لأنه تهتدي به البصائر في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يتمسك بالقرآن يمشي على نور، يمشي على نور، بخلاف الذي لا يتمسك بالقرآن فإنه يمشي في ظلمة وشبهات وشكوك وأوهام،
ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، نهدي به هداية التوفيق، هداية التوفيق والإيمان، هذه خاصة بالمؤمنين. أما هداية الإرشاد فهي عامة لكل الناس، المؤمن والكافر هو هدى للناس، من ناحية أنه بيان وأنه موضح للحق من الباطل، هو لجميع الناس. لكن القبول له والعمل به إنما يخص به الله من يعلم أنه أهل لذلك. نهدي به من نشاء، الهداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولهذا قال نهدي به من نشاء ممن يعلم الله أنه يقبل الهداية. نشاء من عبادنا، المراد العبودية الخاصة، وإلا فكل الناس عباد الله جل وعلا. وإنك لتهدي، هذا قسم من الله جل وعلا، إنك، هذا جواب قسم محذوف، ووالله إنك لتهدي، هذه لام القسم، إلى صراط مستقيم، معتدل، صراط طريق واضح مستقيم معتدل. صراط الله أضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى، أضافه إلى نفسه تشريفا له، فهذا الصراط هو صراط الله جل وعلا الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور وترد إليه سبحانه وتعالى كلها. نعم. فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، لا طريق إلى الله إلا ذلك. نعم، معنى شهادة أن محمداً رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه العبارات التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول في معنى شهادة أن محمداً رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن حقق هذا فإنه قد شهد أن محمد رسول الله شهادة الحق. نعم. الصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حضر وتصديقه فيما أخبر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لا طريق إلى الله إلا ذلك، لا طريق إلى الله إلا طريق هذا النبي، فمن أراد أن يصل إلى الله فليتبع هذا النبي، ولا طريق له غير ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به، هو ما جاء به وحده عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل الله إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. أما قبله فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام، لكن بعد بعثة الرسول انحصر الإسلام فيما جاء به. فلا يجوز لأحد أن يقول أنا أتبع موسى أو أنا أتبع عيسى أو أنا أتبع النبي الفلاني بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الأنبياء لو بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأحد منهم حي وجب عليه أن يتبعه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم
من الشاهدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: والله لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك إذا نزل المسيح عليه السلام في آخر الزمان يتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم بدين الإسلام ويكون مجدداً من المجددين لهذا الدين، تابعاً لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين. هذا سبيلهم، نعم، وهو ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء به من عند الله عز وجل. نعم. وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال. كل ما خالف دين هذا الرسول فهو من طرق أهل الغي والضلال. أهل الغي الذين عصوا الله على بصيرة، هؤلاء هم الغواة. الذي يعصي الله على بصيرة هذا غاوي، والذي يعبد الله على غير علم هذا ضال، الذي عنده علم ولم يعمل به هذا غاوي، الذي ليس عنده علم وإنما يعمل بغير علم هذا ضال. نعم. وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال، وقد نزه الله تعالى نبيه عن هذا وهذا، عن الغي وعن الضلال. نعم. ما ضل صاحبكم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما غوى. ما ضل لا يعمل على غير علم ووحي من الله جل وعلا، وما غوى لا يخالف ما أنزل الله عليه. نعم. فقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. هذه شهادة من الله عز وجل لهذا الرسول، وتزكية لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. أقسم سبحانه بالنجم، وهو يقسم بما شاء من خلقه. والنجم قيل المراد به الثريا، وقيل المراد به سائر النجوم، لأنها من آيات الله، لأنها من آيات الله. إذا هوى يعني غاب، هوى يعني غاب، فطلوع النجوم ومغيبها من آيات الله، لأن الله يسيرها سبحانه وتعالى، فهي من آيات الله ومن العبر. وقيل إذا هوى يعني رجم به الشيطان، الشهب التي تنطلق من النجوم فتصيب الشياطين الذين يسترقون السمع. والنجم إذا هوى، المقسم عليه ما هو؟ ما ضل صاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ما ضل، وإنما يعمل على علم وبصيرة، لا يعمل على جهل، ولا يدعوكم على جهل، إنما يدعوكم على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني لم يخالف ما أنزل الله عليه، ولم يزد عليه، ولم ينقص منه، بل أداه بأمانة عليه الصلاة والسلام، ولم يجحد منه شيئا، لم يجحد منه شيئا. ولهذا يقول: لو كان محمداً صلى الله عليه وسلم جاحداً لشيء لما لجحد سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه. هذا عتاب للرسول صلى الله عليه وسلم، عتاب للرسول. فلو كان كاتماً شيئاً لكتم هذا عليه الصلاة والسلام. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو لا يتكلم من عند نفسه، وإنما يتبع ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. قل إن اهتديت، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ ما أوحي إليه. وهذا فيه دليل على أن السنة والأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنها وحي من الله، أنها وحي من الله عز وجل، فهي الوحي الثاني بعد القرآن.
في دليل على حجية السنة لأنها وحي من الله جل وعلا. نعم. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي: أمرنا الله جل وعلا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، جعلها ركنا من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، وفي آخرها الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا عليه وثبتنا عليه، الذي هو الإسلام أو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو القرآن، الكل حق، فسر بالإسلام وفسر بالرسول وفسر بالقرآن، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول: والكل حق. فالقرآن صراط، والرسول صراط، والإسلام صراط، كله طريق إلى الله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم يعني المعتدل الموصل إلى الله جل وعلا وإلى جنته. هذا دليل على افتقار العبد إلى الله، وأنه لا يوفق للصراط المستقيم إلا بتوفيق الله جل وعلا، لا بالتحري التخرص والتحري فقط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا تفسير للصراط المستقيم وبيان لأهله الذين أن من سار عليه فقد أنعم الله عليه، من سار على هذا الصراط فقد أنعم الله عليه، فهو صراط المنعم عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، يعني غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين أعطاهم الله علما ولكنهم لم يعملوا به، وفي مقدمتهم اليهود، فإنهم يعلمون ولكنهم لا يعملون بعلمهم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا صراط الضالين، وهم الذين يعبدون الله على الجهل بدون علم. إذن فالأمور ثلاثة: أهل العلم والعمل، وهم الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء هم الذين تسأل الله أن يدلك على طريقهم. الثاني أهل العمل بدون علم، وهم المغضوب عليهم. الثالث الضالون، وهم الذين يعملون بدون علم، بدون علم. فأنت تسأل الله أن يجنبك طريق الفئتين، المغضوب عليهم والضالين. نعم. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي: حديث صحيح. هذا تفسير للآية أو الآيتين، أن المراد بالمغضوب عليهم اليهود، والمراد بالضالين النصارى. لماذا اليهود صار مغضوبا عليهم؟ لأنهم عصوا الله على بصيرة وعلى علم، والنصارى لأنهم عبدوا الله على جهل وضلال. فهذا الحديث نص في أن المراد بالمغضوب عليهم اليهود، والمراد بالمغضوب عليهم بالضالين النصارى. وهذا لا يقتصر على اليهود والنصارى، بل يشمل كل من عنده علم ولم يعمل به، وكل من يعبد الله على جهل وضلال وخرافات وبدع ومحدثات، عام هذا. نعم. وإن كان سبب نزول الآية في الفئتين أو في الأمتين، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون
من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. سفيان بن عيينة أحد الأعلام من أوعية العلم، وهو من علماء مكة. سفيان الثوري هذا من علماء العراق، وكلاهما حبر في العلم. نعم. وقال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. يعني فليس هذا خاصا باليهود، من فسد من علمائنا يعني ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من اليهود. نعم. كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. فمن فسد من العباد الذين يعبدون الله على جهل من الصوفية وغيرهم ففيه شبه من النصارى. نعم. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. نعم. وهذه أيضا مثل ما ذكر سفيان رحمه الله: احذروا فتنة العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه. الفجور هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، فهذا لا يعمل بعلمه فهو فاجر خارج عن طاعة الله على بصيرة. وزلة العابد الجاهل، العابد الذي يعبد الله مجتهد لكن ما هو على علم، هذا يخطي أكثر مما يصيب، فاحذروا من فتنته. لا تنظرون إلى عبادته، انظروا إلى ما هو عليه، هل هو على علم ولا ما هو على علم، انظروا إلى هذا. العالم لا تنظرون إلى علمه فقط، انظروا إلى عمله أيضا، هل هو يعمل ولا ما يعمل. نعم. وكان غير واحد من السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يعني أن فتنة هذين الصنفين أشد الفتن، العابد الجاهل والعالم الفاجر، أشد الفتن هؤلاء، لأنهم يغرون الناس. قال هذا عالم، ويقال هذا عابد ويخاف الله وكذا وكذا، يغتر الناس بهذين الصنفين. نعم. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم. شوف، ما هو قاصر على اليهود الشيخ، يبين أن هذا ما هو قاصر على اليهود. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وأنتم تتلون الكتاب، فهم ينسون أنفسهم من العمل وهم يتلون الكتاب الذي أمرهم بالعمل، فهم عصوا الله على بصيرة ووصفهم الله بعدم العقل. أفلا تعقلون، هذا يخالف العقل. نعم. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذي. نعم. من عبد الله بغير علم بل بالغلو في، وهو الزيادة عن الحد المشروع، إما بالزيادة في العبادة وإما بالغلو في شخص من الأشخاص حياً أو ميتاً، ففيه شبه من النصارى، هم أصحاب الغلو، غلوا في المسيح، قالوا إنه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، هذا غلو في الشخص وإنزال له في غير منزلته التي أنزله الله فيها. نعم. أو غلو في العبادة، لأن النصارى عندهم غلو ورهبانية في العبادة، حتى تركوا الدنيا واعتزلوا الناس ولزموا الصوامع، وهذا لم يأمر الله به عز وجل. قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الله لم يكتب هذه الرهبانية على النصارى، وإنما هم الذين ابتدعوها، ومع هذا ما رعوها حق رعايتها، عجزوا، لأن الإنسان إذا غلا ينقطع ويترك بخلاف المقتصد المعتدل فهذا يستديم ويستمر، أما إذا الإنسان غلا واشتد وزاد فإنه ينقطع ويترك العمل. نعم. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
في الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، لأنهم غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته إلى مرتبة الألوهية، هذا غلو في الأشخاص. نعم. فالأول من الغاوي، والرهبانية غلو في الدين. نعم. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين، فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. نعم، الغي هو مخالفة العلم، مخالفة العمل للعلم، بل يفعل الهوى، يترك العلم ويعمل بهواه، هذا ديدن اليهود ومن شابهه. نعم. فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى، قال الله تعالى. والضلال عدم العلم مثل النصارى. نعم. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. هذا مثال من اليهود، وهو بلعام بن باعورة، كان عالما وكان مجاب الدعوة، لكنه انسلخ والعياذ بالله من العلم، واتبع هواه، فأذله الله عز وجل وشبهه بالكلب، مثله كمثل الكلب، شبهه بالكلب والعياذ بالله، مع أنه عالم وعابد وكان مجاب الدعوة، لكن لما انسلخ من آيات الله وتركها وراح مع شهواته ورغباته سلخه الله عز وجل وأهانه. وقيل المراد به أمية بن أبي الصلت الذي عرف الرسول وعرف صفاته، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به ومات كافرا، وكان عالما وله أشعار في التوحيد وفي دين الله، وأشعار زهدية وأشعار، لأنه كان يقرأ الكتب السابقة وكان يتعلم الكتب السابقة، وكان يطمع أنه يكون هو الرسول، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به والعياذ بالله. نعم. وله أشعار في التوحيد وأشعار في العبادة كثيرة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض شعره قال: آمن بلسانه وكفر بقلبه. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وردت هذه الآية وهي قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ولم تشرح، فنتمنى من فضيلتكم أن يفسرها. الآية واضحة من سياقها مع الآيات التي قبلها، يحذر من الشيطان ويقول: ولقد أضل هذا الشيطان منكم يا بني آدم جبلا، يعني خلقا كثيرا، فكيف تستنصحونه وقد أضل أجيالا وأمما، قوم عاد وقوم نوح وقوم عاد وثمود، ومع هذا تستنصحون وتسيرون معه، أفلم تكونوا تعقلون؟ العاقل هو يمشي مع عدوه ويستنصح عدوه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل تدخل السنة النبوية في قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ هل السنة من الذكر؟ لا، الظاهر والله أعلم أن هذه الآية في القرآن خاصة، لكن السنة تدخل في وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وفي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان للقرآن، تفسير للقرآن، وهي من الله جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما السبب في جمع السبيل في قول الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، مع أن سبيل الحق واحد هنا؟ سبل السلام يهدي به الله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه
سبل السلام. سبل الخير كثيرة، لكن الصراط هو الطريق الواحد. لا، أما السبل فهي كثيرة، سبل الخير منوعة، أنواع الخير كثيرة. نعم. وكذلك بالنسبة للرسل عليهم الصلاة والسلام فهم على سبل، نعم، على سبل صحيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هل يدل على أن القرين لا يكون إلا مع من أعرض عن ذكر الله؟ وإذا كان كذلك فكيف التوفيق بين هذه الآية وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه القرين؟ لا، ما يتعارض مع الحديث، لأن هذا قرين ملازم لكل أحد في مقابل ملك، ما هو قرين فقط، معه ملك، كل إنسان معه ملك ومعه شيطان، الشيطان يأمره بالشر والملك يأمره بالخير، كل واحد. وأما هذه الآية فهي في الكافر، هذه في الكافر الذي أعرض عن آيات الله عز وجل، فإنه يكون معه الشيطان، لا يأمره إلا بالشر ولا يريد الخير، هو أعرض عن الخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ هذا قرين خاص وذاك قرين عام، هذا قرين عام للمؤمن والكافر وهذا قرين خاص بالكافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل طلب الشخص من عامله أو مخدومه أن يعمل له بعض الأعمال الخاصة به أو قضاء الأشياء الخاصة به، هل يدخل هذا في السؤال المكروه كراهة تنزيه لأن طلب المساعدة من الناس؟ هذا مستأجر له، هذا مستأجر له، وقد استأجره للعمل، هذا من عمله، وإن كان هذا الخادم من ذريته أو من أقاربه فهذه صلة رحم وبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يضاف إلى أقسام سؤال المخلوق قسم سادس وهو السؤال المستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تنسنا يا أخي من دعائك؟ هذا ما هو مستحب، هذا ما هو مستحب، غاية ما يقال إنه مباح، ليس مستحبا، المستحب إنك تدعو الله أنت ولا توصي أحدا، هذا هو المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا إكراما لعمر، إكراما لعمر، ولهذا فرح بها عمر رضي الله عنه، فهو قالها إكراما لعمر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلدنا إذا غاب إمام المسجد للحي تقدم رجل لصلاة الفجر ويقول في دعاء القنوت اللهم إنا نمد إليك أكف الضراعة متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والشفاعة، فهل هذا الدعاء جائز وهل هو شرك؟ لا، ما هو جائز، لا يجوز التوسل بالأشخاص لا بالرسول ولا بغيره، إنما التوسل بالأعمال، بالأعمال الصالحة، أما الأشخاص فلا يتوسل بهم إلى الله عز وجل، لا الرسول ولا غيره، لأن هذا بدعة. نعم. وهل أصلي وراءه أو أترك الصلاة خلفه؟ أنصحه وبين له، فإذا لم يمتثل وأنت تجد مسجدا آخر إمامه سليم فتصلي خلف الإمام السليم من هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في المراد بالحروف المقطعة الواردة في القرآن الكريم؟ الله أعلم، الله أعلم، لكن يقرب والله أعلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله أن فيها إشارة إلى الإعجاز، أن فيها إشارة إلى الإعجاز، ولهذا يأتي مباشرة بعد ذكرها ذكر القرآن، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، حاميم والكتاب المبين، فدائما يأتي بعد الحروف المقطعة ذكر للقرآن، فهذا يدل على أن هذه الحروف إشارة للإعجاز،
لأن القرآن مركب من الحروف، ومع هذا من الحروف التي ينطقون بها، ومع هذا عجزوا أن يأتوا بمثله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي بياسين وطه؟ ما له أصل هذا. ياسين حروف مقطعة، ياسين طه حروف مقطعة، ما هي بأسماء هذه. نعم. ولهذا من يظن أنها أسماء للرسول قد أخطأ في هذا. نعم، ما هو باسمه ياسين ولا هو باسمه طه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحروف المقطعة هل يجب مدها هل يجب مدها مدا لازما بكامل المد، أو يكفي أن تمد دون ذلك؟ وهل يجب أن تطبق أحكام التجويد بحذافيرها؟ هذا تسأل عنه المتخصصين في علم التجويد، تسأل عنه. المد المدود تختلف، فتسأل عنها المختصين بعلم التجويد. ولا ينبغي المبالغة في التجويد، مبالغة في التجويد ما ينبغي. تجويد إنما هو لتحسين الأداء، تحسين أداء القرآن، من غير مبالغة وتمطيط وزيادة في أحكام التجويد. الاعتدال مطلوب في كل شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول لعمرك اللام هنا لام قسم، وهل هو من الحلف بغير الله؟ نعم، اللام لام القسم. وقول الله جل وعلا لنبيه لعمرك يقسم الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقسم بما شاء من خلقه، أما نحن فلا نقسم إلا بالله. وإذا جاءت لعمرك أو لعمري في أشعار العرب فإن لا يقصدون، يقولون هذا مما لا يقصد به اليمين، مما لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على اللسان من دون قصد. مثل ثكلتك أمك يا معاذ، الرسول لا يدعو على معاذ، وإنما هذا يجري على اللسان من أساليب العرب ولا يقصد معناه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مسلمو الجن يمكن أن يساعدوا أحدا في فك السحر بدون كفريات لأنهم مسلمين لأنهم مسلمون؟ إلا هذا ما يجوز، وهذا نوع من الكفر، لأن الاستعانة بالجن والغائبين والأموات هذا لا يجوز. وش يدريك أنهم مسلمين؟ ولو كانوا مسلمين ما يجوز أن الاستعانة بهم وهم غائبون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن تحصل أذية من الشيطان على الرجل الصالح؟ وكيف نفسر ما يجري من بعض المسحورين والممسوسين من أذى الجن بالرغم من أنهم يقرؤون آية الكرسي؟ نعم، هذا حسب ما يقدره الله قد يكون عقوبة. المسلم يعاقب والمؤمن يعاقب، وتكون هذه عقوبة على ذنب ارتكبه أو معصية فعلها، فيسلط عليه الشيطان عقوبة له. نعم. إنما لا يسلط عليه تسلطا كاملا، لكن في هذه المسألة عقوبة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يأمر الشيطان بالخير لسبب ما، كما حدث في حديث أبي هريرة عندما علمه الشيطان فضل آية الكرسي؟ ما علمه من أجل نفعه بذلك، إنما علمه ليتخلص منه، علمه هذا من أجل أن يتخلص منه لئلا يقتله، ما علمه إياه رغبة في الخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا عمارة سكنية ولا يسمى هذا تعليما، الرسول لا يتعلم إلا من الله، هذا ما هو بتعليم، لكن الشيطان ذكر له هذا، ذكر له هذا ذكرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا عمارة سكنية وهي لا تزال عظما ولها عدة سنوات على هذه الحال، فقال لنا البعض ضعوا فيها كهرباء لتنيرها في الليل حتى ينطرد الجن، فهل هذا الفعل صحيح وهل هذا التوجيه صحيح؟ الجن ما يطردهم الكهرباء، يفرحون بالكهرباء، لكن يطردهم ذكر الله عز وجل. ثم أيضا من اللي نزلهم بالعمارة هذه؟ أنت مأجرهم إياها، وش يدريك إن فيها جن؟ هذا من الخوف، ولا ينبغي للإنسان يكون عنده خوف
إلى هالحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا من بلد غير إسلامي، وقد طلبت مني أمي أن أتقدم لإحدى الجامعات الحكومية لكي أحصل على الوظيفة بعد التخرج، فهل يلزمني طاعة والدتي في مثل هذا، علما بأن هناك اختلاط كبير بين الرجال والنساء، وأنا أخاف من الوقوع في الحرام؟ إذا كان فيه اختلاط فلا، لا أقنعها وقل لها هذا فيه اختلاط وهذا يضرني، ولا والتمس أعمال مباحة ليس فيها اختلاط، والأرزاق بيد الله عز وجل، التمس الرزق واطلب عمل في غير هذا المجال، مع أنك تشرح لوالدك السبب الذي من أجله امتنعت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل صحيح أن الأصل هو توحيد الربوبية، وأنه يستلزم توحيد الألوهية الذي هو أصل دعوة الرسل؟ نعم، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، هذه العلاقة بين النوعين، ولكن توحيد الربوبية لا يكفي وحده، بل لا بد من وجود لازمه وهو توحيد الألوهية، فإن لم يوجد لازمه فإنه لا ينفع صاحبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحد المنشدين وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بزعمه: يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، فما حكم هذه المقولة؟ نعم، محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع، شفعه الله عز وجل، فهو الشفيع عليه الصلاة والسلام، ما في شك. أما إن كان قصده الدعاء في هذا، إن كان يقصد الدعاء الرسول فهذا لا يجوز، أما إن كان قصده الإخبار أن الرسول شفيع، نعم هو شفيع عليه الصلاة والسلام من باب الإخبار وشكر الله على ذلك، أما إن كان قصده الدعاء يا شفيعي فهذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا شاب أفكر دائما بفعل المنكرات العظيمة في قلبي، ولكن أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيذهب ما في نفسي من هذه الوساوس والخطرات، ولكن سرعان ما تعود فأجاهدها، هل هذه الوساوس والخطرات وهذا التفكير أكون آثما عليه؟ لا، لا تكون آثما عليه، عليك بمدافعته والاستعاذة من الشيطان، ويعينك الله عز وجل. وفي الحديث: إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ووساوس النفس لا يعذب الإنسان عليها ولا يؤاخذ عليها حتى يعمل بها أو يتكلم بها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: كيف يطلب العلم الطالب الذي لا يوجد في بلاده علماء ولا يستطيع السفر إلى العلماء، ماذا يفعل؟ فهل ينتظر إلى أن ييسر الله له عالما في بلده أو يستطيع السفر إلى بلد آخر؟ لكن لا مانع أنه يستمع للبرامج في الإذاعة، الإذاعات الإسلامية، برامج القرآن والعلم والدروس، يستمع ويستفيد، ويقرأ كذلك في الكتب الموثوقة، يقرأ ليستفيد، لا مانع من ذلك، بل هذا مطلوب، أنه يستمع ويقرأ ما يفيده. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لكن لا يفتي الناس أو يدعي أنه صار عالما، لا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفيت والدتي رحمها الله ولم تصم رمضان في آخر 7 سنوات من حياتها بسبب مرض الفشل الكلوي، هل يجوز إخراج الكفارة نقدا؟ ولو كان جائزا نقدا فهل لي أن أخرجها لأقارب لنا محتاجين؟ الذي مرضه مزمن لا يرجى شفاؤه وأفطر من أجله هذا يطعم عنه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، عن كل يوم فدية طعام مسكين، فتفدها تتصدق عنها، لكن بالطعام لا بالنقود، تتصدق عنها بالطعام، لأن الله قال طعام مسكين، طعام معروف. نعم.
يقول هل لي أن أخرجها لأقارب لنا محتاجين؟ لا ما في مانع، الأقارب أحق من غيرهم إذا كانوا محتاجين. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.